لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد مشاهدي برنامج للتسامح وطن الاكارم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتى شابان الى الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان في المجلس وهما يقودان رجلا من الباديه فاوقفاه امام عمر فقال ما هذا قالوا يا امير المؤمنين هذا قتل ابانا قال عمر اقتلت اباهم قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال دخل بجمله الى ارضي فزجرته فلم ينزجر فارسلت عليه حجرا وقع على راسه فمات قال عمر اذن القصاص بضرب عنقك قال الرجل يا امير المؤمنين اسالك بالذي قامت به السماوات والارض ان تتركني ليله لأذهب إلى زوجتي وأطفالي في البادية فأخبرهم بأنك سوف تقتلني ثم أعود إليك والله ليس لهم عائل إلا الله ثم أنا فأطرق عمر وقال من يكفلك أن تذهب إلى البادية ثم تعود إلي فسكت الناس جميعا إنهم لا يعرفون اسمه ولا داره ولا قبيلته ولا منزله فكيف يكفلونه؟ فسكت الصحابة ونكس عمر راسه والتفت الى الشابين اتعفوان عنه قال من قتل ابانا لا بد ان يقتل يا امير المؤمنين قال عمر من يكفل هذا ايها الناس ايها الناس من يكفل هذا فقام ابو ذر الغفاري بشيبته وزهده وصدقه فقال يا عمر بن الخطاب انا اكفله قال عمر هو قتل قال ابو ذر ولو كان قاتلا، قال اتعرفه؟ قال ما اعرفه، قال كيف تكفله؟ قال رايت فيه سمات المؤمنين فعلمت انه لا يكذب، قال عمر يا ابا ذر اتظن انه لو تاخر بعد ثلاث اني تاركك؟ قال الله المستعان يا امير المؤمنين، فذهب الرجل واعطاه عمر ثلاث ليال يهيئ فيها نفسه ويودع اطفاله واهله وينظر امرهم بعده ثم ياتي للقصاص وبعد ثلاث ليال لم ينس عمر الموعد يعد الايام عدا وفي العصر نادى في المدينه المنادي الصلاه جامعه الصلاه جامعه فجاء الشابان واجتمع الناس واتى ابو ذر وجلس امام عمر فساله عمر يا ابا ذر اين الرجل قال والله ما ادري يا امير المؤمنين وتلفت ابو ذر الى الشمس وكانها تمر سريعا على غير عادتها وسكت الصحابه واجمين عليهم من التاثر ما لا يعلمه الا الله صحيح ان ابا ذر يسكن في قلب عمر وانه يقطع له من جسمه اذا اراد لكن هذه شريعه الله وهذا منهج الله وهي احكام ربانيه واقبل الغروب وقبل الغروب بلحظات واذا برجل مقبل من هناك وينادي يا عمر ها انا وصلت يا امير المؤمنين ها انا اتيت فابتهج عمر وسال الرجل وقال له يا أعرابي والله أما إنك لو بقيت في باديتك ما عرفنا مكانك. قال يا أمير المؤمنين والله ما علي منك ولكن علي من الذي يعلم السر وأخفى وقد تركت أطفالي كفراخ الطير لا ماء ولا شجر في البادية وجئت لأقتل. فقال عمر ما الذي جاء بك؟ فقال الاعرابي: يا امير المؤمنين خشيت ان يقال لقد ذهب الوفاء بالعهد من الناس. فسال عمر بن الخطاب ابو ذر: يا ابا ذر لماذا ضمنته؟ فقال ابو ذر خشيت ان يقال لقد ذهب الخير من الناس، فوقف عمر وقال للشابين: ماذا تريان؟ الا تعفوان عنه؟ قال يا امير المؤمنين لقد عفونا عنه فقال عمر ما حملكما على العفو قال نخشى ان يقال لقد ذهب العفو من الناس فمن عفا واصلح فاجره على الله اخوتي فلنسامح فانه من المخجل ان نقف بين يدي الله تعالى في هذه الليالي الكريمه ونطلب العفو ونقول: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ونحن لا نعفو عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنه اقوام افئدتهم كافئده الطير. اخي الكريم، اختي الفاضله، ستدرك عند خطواتك الاولى نحو الجنه ان رقه قلبك وليد جانبك وسماحه نفسك أبدا لم تكن ضعفا بل هي القوة الحقيقية والذكاء المثرم المثمر حين يمتزج ذلك بالخوف من الله والتوكل عليه. مشاهدي قناتنا الأعزاء سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت أرأيت إن أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي وأخبرها الدعاء. ما هو الدعاء المستحب في ليلة القدر؟ ما هو الدعاء المستحب قوله في ليلة القدر؟ مشاهدينا الكرام ابقوا معنا لمشاهدة تقرير يتحدث عن انجازات جمعيه دار البر ومشاريعها الخيريه حول العالم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الأحبة المتابعين في هذا البرنامج للتسامح وطن هذا البرنامج نعرض من خلاله تجاربنا ورسائلنا وحقيقة ما شاهدناه بأعيننا في سفراتنا وما شاهدناه من آثار لأموال المحسنين والمتبرعين من هذه الدولة دولة التسامح، دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة الحبيبة التي يخرج منها العطاء لجميع أنحاء العالم، لتقول للعالم هذه دولة التسامح، هذه دولة العطاء، هذه دولة الخير، دولة البحث عن الأمان والاستقرار في كل بلد. هذه الحلقة التي سنحكي فيها مما شاهدناه في هذه الدول شاهدنا الفقير وشاهدنا صاحب الهمم وشاهدنا عطش العلم وعطش الماء وعطش الخير وعطش تبرعاتكم ايها المتابعين ذهبنا حقيقة في يوم من الايام الى دولة دولة طاجكستان. هذه الدولة التي استقبلت ضيوف الامارات سفراء الخير، سفراء التسامح. استقبلتهم بكل رحب وبكل محبة وبكل حفاوة. ذهبنا الى مناطق شتى في هذه البلاد. حقيقة مناطق شاسعة وبعيدة ووعرة. ويصعب الوصول اليها شاهدنا في هذه السفره اطفال وهم يمشون لخمسه الى عشره كيلو ذهابا وايابا فقط ليتعلم وليدرس ولكي يصبح طبيبا ومهندسا ومزارعا ويساهم في بناء دولته ويرفع عن نفسه الفقر وعن عائلته وعما يعول مما شاهدناه حقيقة مجموعة من الأطفال لا يتجاوز أعمارهم السبع إلى عشر سنوات يمشون عشرة كيلو في اليوم فقط ليصلوا إلى المدارس وقامت هذه الأيادي البيضاء أيادي التسامح من دولة الإمارات العربية المتحدة بمد التعاون والتبرع لهؤلاء الطلبة وبناء مدرسه في حيهم فسهل الامر عليهم ولله الحمد وكانت فرحه لا توصف فاستقبلنا الاطفال الذين يدرسون في هذه المدرسه استقبلونا بحفاوه وفرح ورقص وهم يغنون فرحا لهذه المدرسه فقد خففتم عنهم العناء والذهاب الى اماكن بعيده فقط لطلب العلم فيا لها من لحظه حينما تذكرناها تدمع الأعين لهذه المواقف الحقيقة هي مواقف عظيمة لأطفال تعلموا بسببكم أنتم أيها المتبرعين وكذلك في هذه البلاد في دولة طاجكستان رأينا حقيقة العطشة قد يتساءل البعض دولة طاجكستان ينزل بها الامطار وبها الثلوج وفيها انهار نعم راينا هذا بام عيوننا لكن نوعيه الماء التي تنزل في هذه البلاد فهي غير نظيفه تحتاج الى آبار عميقه لتصل الى الماء وتستخرج الماء ويستفيد منها الجميع هذه المياه التي تبرعتم بها من حفر آبار وتوفير براد الماء فقد خففتم عنهم العناء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعظم الصدقه سقي الماء. هذه الصدقه تخيلوا معي ايها المشاهدين الذي رايناه باعيننا فرحة رعاة الاغنام وفرحة الاطفال حين خروج الماء فرحة الذي ينزل من الجبال فقط ليرتوي ويروي معه الأغنام وحلاله هذه مشاهد عظيمة من المشاهد التي رأيناها بأم عيننا في دولة طاجكستان إطعام الطعام فإطعام الطعام له أثر عظيم في قلوب الضعفاء والفقراء فكم فرجتم كربا عن الفقراء المحتاجين كذلك من السفرات التي شاهدنا فيها العجائب سفرتنا الى دوله غانا ودوله ساحل العاج هذه الدول البعيده تخيلوا معي اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات الى هذه المسافات التي تبعد عنا عن وطن التسامح آلاف الكيلو مترات في غرب أفريقيا هذه الدول تصل تبرعاتكم إليها بسلام وتحمل المودة والرحمة والوئام تخفف عن معاناة فقراء في هذه البلدان شهدنا فيها فقراء لا نستطيع أن نصفهم في هذا البرنامج يأكلون الأوراق من الأشجار وكذلك سوء التغذية عندهم في جميع أنحاء هذه البلدان فيكثر فيهم الفقراء الذين لا تعرفهم حتى الدولة ولا يستطيعون أن يصلوا إليهم لصعوبة الطرقات في هذه المناطق شهدنا في هذه الزيارة ضحايا الفيضانات التي حصلت لهذه الدولة والكوارث الرهيبة والكوارث المرعبة حقيقة في هذه الفيضانات شاهدنا ممن بات وليس لديه مأوى وليس لديه أكل وليس لديه ماء نظيف وليس لديه صحة وتنتشر فيهم الأمراض والأوبئة فهذه الأيادي البيضاء وتبرعاتكم السخية كم خففت من معاناة هؤلاء ال محتاجين في هذه الدول الفقيره. شاهدنا من خلال هذه الزياره اناس يعيشون في الادغال يفتقرون الى التعليم ويفتقرون الى الكتب الدراسيه. تبرعاتكم حقيقه في هذا الشهر المبارك هي تتجسد في رفع المعاناه تتجسد في رفع الجهل عن هؤلاء الفقراء الذين يعيشون في هذه الادغال تبرعاتكم حقيقه جسر يمد الى العلم ورفع الجهل سيغدو يوما ما هؤلاء اطباء ومهندسين وفعالين في هذه الدوله كذلك من المشاهدات في هذه الدوله الناس الذين يشتغلون في الحراثه يفتقرون الى الأراضي الزراعية التي يعيشون عليها ويرفعون عن نفسهم الفقر والمعاناة يفتقرون إلى تمليك أبقار لمساعدتهم في الحرض وكذلك يستفيدون منها في مأكلهم ومشربهم يفتقرون حقيقة إلى آبار كثيرة مما يخفف عنهم سوء التغذية فندعو إخواننا المشاهدين لمد جسر التبرعات لهذه الدول المحتاجه، لمد جسر الرحمه والخير والتسامح الى هذه البلاد التي تفتقر لما ذكرناه. يمكنكم اخواني التبرع لهذه المشاريع التي ذكرناها وكثير من المشاريع التي ستشاهدونها عبر الموقع الالكتروني وعبر التواصل عن طريق الهاتف المجاني 800. و يمكنكم معرفه المزيد عن هذه الاحوال التي في هذه الدول ويمكنكم كذلك التفضل الى موقع الجمعيه على شارع الشيخ زايد ومعرفه المزيد عن هذه الدول والمشاريع الكثيره التي لا يمكن عرضها في هذا البرنامج القصير بالوقت والكثير الفائده. شكرا للسيد يوسف المدحاني على التقرير الثري اللي قدمه لنا من جمعيه دار البر المشاريع المهمه اللي تغطيها الجمعيه في كافه انحاء العالم لديها من المشاريع المهمه من دعم المستشفيات والتعليم والمرضى ومعالجه العمى ايضا فشكرا لهم وجزاهم الله خير بلد الامارات بلد التسامح والعطاء نحن مرت علينا ذكرى زايد العطاء قبل كم يوم نسال الله سبحانه وتعالى في هذه الايام بان يرحم الشيخ زايد ويتغمد برحمته وان يجزي له العطاء فجزاهم الله خير 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 الجزاء بارك الله فيهم الان نذكر بسؤالنا سؤال الحلقه لهذا اليوم ما هو دعاء المستحب قوله في ليله القدر ما هو الدعاء المستحب قوله في ليلة القدر وهذا أتى في حديث السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بأرقام البرنامج الظاهرة على الشاشة تواصلوا معنا وتسابقوا على الفوز بالجائزة التي تعتبر اليوم جائزتين جائزة عبارة عن 500 درهم بالإضافة إلى رحلة عمره رحلة عمره و500 درهم تواصلوا على ارقام البرنامج ناخذ اتصال اول ونقول الو الاخت عليكم. رفيعه من اماره دبي تفضلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا فيك الله فضلك تفضلي استاذ رفيعه تعطينا الاجابه ان شاء الله دعاه للورد هو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. جميل جزاك الله خير، هذا جاء في حديث السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ عليه الصلاة والسلام، صحيح. جزاك الله خير، شكراً لك أستاذة رفيعة، شكراً، ناخذ اتصال ثاني. الأستاذة ندى من إمارة الفجيرة تفضلي. هلا كيف الحال يا شيخ؟ يا هلا والله مرحبا فيك، حالة أختي؟ الله يخليك يا رب، الحمد لله. شو اللي جاب أستاذة ندى؟ آه اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. جميل انا بطلبك طلب الله يسلمك. نعم. ان نقول نسال الله سبحانه وتعالى بان يرفع درجه الشيخ زايد في عليين امين. قولي امين يا رب العالمين امين. انت وكافه المستمعين الله يسلمك. نعم شكرا لك على الاتصال أتمنى لك التوفيق يا رب. ان الو معنا اتصال اخر. الاستاذه فاطمه من العين اهلا اختي فاطمه حياك الله وعليكم السلام ورحمه الله. الله الله يحييك الله يسلم شو هي الإجابة؟ أدعى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جميل جميل شكرا لك يا فاطمة عسى الله يوفقك إن شاء الله العفو شكرا لا. شكرا لك الله يسلمكم، شكرا لكم على تسابقكم للاتصال بالبرنامج، يعطيكم العافية، هذا البرنامج برنامجكم الغرض مش انكم تفوزون في جوائز مالية أو رحلة للعمرة أو تابلت، الغرض مشاركتكم وإدخال السعادة أيضاً عليكم وفائدة المستمعين بأن يحصلون على معلومات ثرية حول الأدعية المهمة في هذه الليالي المباركة وناخذ اتصال نقول ألو يا علاء مرحبا السلام عليكم يا مرحبا ايات يا هلا آه الاء الاء آه هلا والله اختي الاء حياك الله وانت بخير وسلامه يا رب العالمين تفضلي تعطينا الاجابه آه. اللهم انك عفو تحب العفو عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف طيب استاذه الاء آه نحن الحين في العشر الاواخر نطلب من الله سبحانه وتعالى بان يعفو عنا المفروض بان صح. نحن نعفو عن الاخرين صح؟ صحيح طبعا اكيد اذا كانوا ابناء او اذا كانوا اصدقاء عمل او اذا كانوا زملاء في الوظيفه واذا بس. كان زوج او اذا كانت زوجه صحيح 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 نسال صحيح. الله, صحيح. الله سبحانه وتعالى صحيح. بان يعفو عنا جميعا يا رب امين امين, آمين. الله يسلمك يطول بعمرك شكرا, شكرا صحيح. لك شكرا مع السلامه الاستاذه اسراء من دبي يسرى الاستاذ يسرى اسف يبدو اني اسمع الاسم غلط الأستاذة يسرى السلام عليكم يا هلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختي يسرى تعطيني الاجابه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ونسال الله سبحانه وتعالى بان يعفو عنا وعن امهاتنا وابائنا وان يعفو عن الشيخ زايد وان يسكن اعالي الجنان قولي امين امين يا رب الله يسلمك يا استاذ يسرى نسال الله توفيق لك يا رب الاخ عمر من اماره دبي تفضل اخوي عمر الو عمر مرحبا السلام ورحمة الله وبركاته، ايش حالك اخوي عمر؟ الحمد تمام تبغي تسلم اول شيء ولا تبغي تعطينا الاجابه؟ لا بسلم الله يعطيك العافيه، شكرا لك اخوي عمر، تعطينا الاجابه مره اخرى؟ أنا اللهم انك عفو احب العفو فاعف عنا الله سبحانه وتعالى من اسمائه العفو العفو صحيح هذا هذا اسم من اسماء رحيح. الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل انه يعفو دائم العفو يعفو عن العباد عن العباد نسال نعم. الله بان يعفو عنا يعفو عنكم جميعا في آمين هذه الايام يا رب, العالم. يا رب العالمين الله يحفظك شكرا لك استاذ عمر حبيبي الله يحفظك الاخت مهره من عجمان الاستاذ مهره مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا والله مرحبا فيك حالك يسلمك شو صحتك تمام ان شاء الله؟, الله الحمد لله شو, شو رمضان الله. ان شاء الله وياكم تمام؟ الحمد لله تمام رمضان, رمضان, رمضان زين بس نحن اللي مو بزينين ويا رمضان صح؟ الحمد لله ان شاء الله نحن اللي مقصرين وياه الحمد لله الله, الله يسلم الله. شو اللي شو اللي جاب اختي مهرة؟ اللهم انك عفو كريم تحب العفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا نسال الله ان يعفو عنا جميعا ويرحمنا برحمته يا رب العالمين اللي بعده منو الاتصال اللي بعده نقول الو وليد من الشارقة أخوي وليد يا مرحبا فيك مرحبتين السلام عليكم السلام حبارك. ورحمة الله وبركاته وسلمك الله يطول بعمرك كيف حالك أخوي وليد بخير الحمد لله أنا عندي ولد اسمه وليد بعد ما شاء الله الله يحفظك ناخذ الإجابة منك الله يسلمك اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني شكرا لك والاتصال الاخير ويانا الاخ محمد من اماره العين تفضل اخوي محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يحيى الصوت تفضل اخوي محمد الله يحييك مبروك عليكم ما تبقى علينا مش وعليك مش يا, يا رب العالمين نسال الله ان يتقبل و... منا ما فات منا منكم ان شاء الله تفضل تعطينا الجواب الله الله يسلمك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا شكرا لك شكرا لمستمعينا ومتسابقينا نتمنى حظ اوفر اللي ما حالفهم اليوم الحظ بالاتصال بعد الفاصل مستمعينا الاكارم ومشاهدينا ابقوا معنا وابقوا على شاشات الفجيره. السلام عليكم. مرة اخرى مشاهدينا الاكارم ونبدا مباشرة بتحريك الاوراق وتقليبها والسحب على الجائزة الاولى هبات ريح عبارة عن 500 درهم وليد عبد الرحمن البلوشي من الشارقة يستاهل 500 درهم عسى الله يوفقك ان شاء الله الله يبارك لك فيها يا رب العالمين الجائزة الاخرى عبارة عن رحلة عمرة نسأل الله التوفيق والسداد العبارة الفائز الثاني عبارة عن او الاخت نعمه كامل من الشارقه ايضا. نعمه كامل من اماره الشارقه، نسال الله التوفيق يا رب العالمين ولا تنسونا من صالح الدعاء وابقوا مع هذا الدعاء وقولوا امين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين. جمعيه الفجيره الخيريه تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا للتواصل الرقم المجاني ثمانية صفر صفر ثمانية أربعة خدمة الواتساب الموقع الإلكتروني